اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد عن الابراج. والنهارده هنتكلم عن برج العذراء، وهنتكلم عن اهم توقعات ونصايح وتحذيرات وحاجات مهمه جدا لازم برج العذراء ياخد باله منها في شهر فبراير 2021. هنتكلم عن الحب، وهنتكلم عن الحياه العاطفيه واهم التحذيرات والنصايح للحياه العاطفيه لبرج العذراء. عايزه هني برج العذراء لان هو واخد المركز الاول في اعلى نسبه مشاهده لحد النهارده ما شاء الله، لمده 6 شهور برج العذراء بيتربع على القمه. طيب كالعاده بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا وتشتركوا في القناه لو اول مره تتفرجوا عليا، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا فين وانتوا برج ايه. طيب برج العذراء الفتره دي برج العذراء يمكن يو ار اوف، يعني انت مش في احسن حالاتك، شايفه ممكن تكونوا مضغوطين ماديا شويه. العذراء عنده مشاكل ماديه او يعني شويه مطلوب منك حاجات كتيرة في وقت قليل، ودي حاجة مضايقاك. العذراء ما بيحبش يكون مزنوق، بيحب يكون عنده financial stability، فدي حاجة شوية مخليك متوتر، شوية مخليك حاسس ان انت مش قادر توصل للاستقرار النفسي اللي انت بتحبه او بتحب تعيش فيه. علشان كده انت بتحاول ان انت تهدي نفسك الفترة دي، بتحاول تركز. انا شايفة ان انت كأنك بتريكونسايل لنفسك، يعني كأنك بترجع بتنظم نفسك وتنظم افكارك، ودي حاجة كويسة جدا ان ينقصك النظام، ينقصك ان انت تكون عارف انت رايح فين وعارف انت بتعمل ايه ومركز في احداث اللي بتحصل حواليك. فشوية برج العذراء حاول ان انت تنظم البريوريتيز بتاعتك واولوياتك، لان الفترة دي فترة لخبطة. العذراء فبراير مش احسن الشهور عنده في حياته. ممكن تفكر تشتري حاجة جديدة. العذراء ممكن تكون بتفكر تشتري عربية جديدة، بيت جديد، شقة جديدة، مثلا بتشتري موبايل جديد، عندك بلان ان انت تشتري حاجة جديدة او مشروع جديد بشجعك عليه. بس حاول تركز او تذاكر البنفيتس او الحاجات الكويسه في المشروع ده وايه الريسك اللي عندك، يعني ما تدخلش يعني كده تقتحم المكان، لا حاول تركز وتفكر ايه اللي هتستفيده وايه اللي هتخسره. وقتك هيبقى عامل مهم جدا في نجاحك الفتره الجايه، مطلوب منك حاجات كتيره في وقت قليل، فبنصحكم ان انتوا تحاولوا تنظموا وقتكم، ان وقتك الفتره الجايه هيبقى محدود شويه او مشغول قوي لدرجه ان انت ممكن يبقى عندك حاجات كتيره جدا عايز تعملها يو هاف نو تايم. عندك سلسلة علاقاتك، هيدخل عندك أشخاص جديدة في حياتك، هتتعرف على ناس جديدة، هيبقى عندك يعني عندك أشخاص جديدة كتير داخل حياتك يا برج العذراء، هتتعرف عليهم، علاقات سلسلة علاقاتك هتكبر. شايفاك مهتم بنفسك الفترة الجاية دي، يعني انت زي ما يكون عندك كده حصلت لك حالة دروب في شهر يناير، فانت بتحاول تفوق كده، تحاول تاخد ايه دوش كده، ولا تاخد شاور، ولا بتاخد اللي هو عارفين طشة المية، انت بتحاول تطش المية بوشك علشان تقدر تفوق وتبقى عارف انت بتعمل ايه وتبقى فاهم انت بتعمل ايه. طيب ده على النطاق العملي. على النطاق المالي مطلوب منك فلوس كتير قوي يا عذراء. انا شايف ان انت ده مخليك متوتر، يعني عايزك تنظم مصروفاتك، تنظم دخلك، تنظم تشتغل على نفسك اكتر. ممكن حسن في حاجات ممكن تشتغل عليها تزود لك دخلك، ركز في الحاجات الصغيره دي، لان انت شايفه يعني عندك مطلوب منك فلوس اكتر من الفلوس اللي داخلالك، ودي نقطه ممكن تعمل لك توتر. خدوا بالكم يا برج العذراء، قولوا لي القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا على فين انتوا برج ايه. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج العذراء والحب. عندك معجبين كتير جدا، بالعكس انت الفتره الجايه دي هتبقى متالق جذاب، شايف نفسك، بس انت ملخبط عاطفيا، يعني عندك لخبطه جواك، عندك لخبطه داخليه، انت الدنيا ملخبطه جدا جواك، مع ان انت ما بتظهرش دايما لخبطتك دي، يعني دايما اي حد بتعمل عذراء يشوف مستقر هادي ما عندوش اي مشاكل، مع ان عذراء ممكن يكون عنده كميه حوارات ولخبطات لخبطه كتيره قوي، بس هو من الابراج الشاطره ان هي ما بتبينش، يعني عذراء ما بيبينش اطلاقا ان عنده لخبطه او في عنده مشاكل، هو بيستمتع ان هو باين ان الدنيا ستيبل وكل حاجه ماشيه تمام وانا ما عنديش مشاكل، انا احسن واحد في الدنيا. فانت عندك لخبطه عاطفيه، لخبطه حسيه. طيب الشخص اللي انت بتحبه يا برج العذراء بتكراش عليه، في عدم فهم، انت مش قادر تفهمه، هو بيلخبطك، هو شخص مش ستريت فورورد شويه، بيلخبطك في تصرفاته، فشويه تقول لا انا حاسس ان هو معجب بيا، شويه هو يعمل اكشن تقول انا مش في دماغه خالص، اصلا استحاله يكون الشخص ده معجب بيا. تيجي تقرب هو يبعد، تيجي تبعد هو يقرب، وملخبطك جدا لان هو اصلا شخصيا متلخبط، او هو اصلا مش عارف هو عايز ايه معاك، يعني هو داخل العلاقه كان في الاول مثلا اعجاب بسيط، لكن انت بدات تعجب بيه، يعني هو داخل مثلا بيلعب،
فانت يعني بدات تتعلق بيه او تاخد الموضوع جد، فهو بقاش عارف يعمل ايه. زي ما يكون مثلا ايه، عارف انت لما يكون حد داخل يلعب معاك يهزر معاك كده، فانت تاخد الموضوع جد وتتعلق بيه، فهو بقى مش عارف هو اصلا ما كانش قصده يبقى الموضوع جد. بس الشخص ده هيبتدي يحبك الفتره الجايه برج العذراء، لو كنت انت الفتره الاولانيه انت اللي بتلاحقه، او يعني هو ممكن تكون العلاقه بتاعتكم غريبه شويه، هو بدا ان هو يلاحقك بس هو كان بيلعب، او هو ما كانش قاصد علاقه جديه او علاقه ستيبل. بعد كده انت هو بدات تعجب بيه شيئا فشيئا، فبدات تتعلق بيه، بدات تقرب منه، فهو حاسس ان هو بيتدبس، او حاسس ان هو عنده فير اوف كوميتمنت، فيبدا يهرب. بعد كده هيحس ان انت زعلت او اتضايقت وتبدا تبعد، فهو يحس ان هو خسرك فيرجع يدور وراك. فهي علاقه، هي علاقه مجهده بس فيها حب. يعني الشخص ده بيحبك حب حقيقي، او لو ما كانش بيحبك دلوقتي هو بيحبك بجد، لانه هيعرف قيمتك، هيحس بقيمه احساسك، بقيمه اهتمامك، بقيمه طبطك، بقيمه جدعنتك، بقيمه اهتمامك بنفسك، بقيمه ثقتك في نفسك. فهو مشاعره هتتغير من ناحيتك 360 درجه، بالرغم ان كان حواليه معجبين تانيين، ممكن يكون كان بيكلمك وبيكلم ناس تانيه، فانت ما كنتش التوب 1 بالنسبه له، وهو كان بالنسبه له انت حاجه كويسه. اوه ماشي ماشيه، بس انت سبت ناس كتير قوي علشان، وبدات تركز معاه، وبدات اللي هو كان في ناس كتير قوي حواليك انت خلاص ركزت معاه هو بس. الشخص ده هو دلوقتي ندمان على كل لحظة هو ما بدلكش فيها نفس المشاعر. انا شايفة ان انت كنت بتعبر عن حبك بطريقة اندايركت، هو كان بيصدك، مع ان هو اللي بدأ، يعني هو اللي بدأ يشدك. فاول ما انت تشديت وبقيت العذراء، يا جماعة ما بحبش يلعب، يعني العذراء بيبقى داخل لو حس بأي مشاعر ناحية حد يبقى انا ايه المستقبل على طول. العذراء مش وسبيشالي ست عذراء وراجل عذراء، هم مش بلايرز، لما يدخلوا علاقة بيبقوا عايزين ارتباط رسمي، مش عايزين مثلا علاقة سطحية او علاقة temporary او علاقه مؤقته، لا العذراء بيبقى عايز علاقات جد، علاقات طويله المدى. فبالتالي هو كان داخل يلعب، فانت خلاص اوكي انا حاسس ان انا معجب بيك مثلا، او ايه وات ذا نيكست، يعني هنعمل ايه بعد كده. فهو اتخض اللي هو ايه ده، انا مش داخل اتجوز، انا داخل بهزر. فهو ممكن تكون انت حسيت كده، فانت بعدت او بدات تبعد او بدات تشوف حياتك او بدات تهتم بناس تانية، فهو حس ان هو فقدك، فبالتالي بدا يدور عليك في وسط الناس، لان هو حاسس ان في يعني سبت فراغ كبير في حياته. يعني الشخص ده حاسس بفراغ كبير وانت مش موجود، حاسس ان هو افتقدك، حاسس ان هو افتقد حياته معاك، حاسس افتقد الزن بتاعك، افتقد طريقتك معاه، افتقد غيرتك المش مباشره، افتقد حاجات كثيره جدا فيك. فهو هيبدا يلف حواليك بقى، اللي هو ايه، طب اجيبه ازاي، طب اعمل ايه. يعني سبحان الله هو هيبدا يهتم بيك ويبدا يعوضك على كل حاجه وحشه وعملها معاك، لانه هو حس بقيمتك، حس ان هو فقد حاجه كبيره جدا جدا. هو دايما يا جماعه العذراء، على فكره اقول لكم على سر خطير، الشخص اللي بيسيب العذراء بيندم دايما. يعني العذراء من الابراج اللي انت هتندم ان هي انت سبتها، لان هي من الابراج المتطوره، الابراج اللي هم الطيبين العسجيتهم العفويين، مش سهل تلاقي شخص بالمواصفات ده وشخص ناجح. يعني انت دايما لما تسيب العذراء هترجع تلاقيه بقى احسن وافضل. العذراء دايما كيرفو عالي، في ابراج مثلا ممكن تسيبها تلاقيها ديسبرت بيقعوا بيتبلوا، لا العذراء ما بيتبلش، العذراء دايما بيكبر، دايما بيعلى، دايما بيريكوجنايز نفسه ويلحق نفسه ويقوم يقف تاني. ودي من مميزات العذراء، العذراء صبور جدا، يعني مش سهل يسيب حد. لما بيحب حد ولما بيعجب بحد بيفضل متمسك بيه لحد اخر قطره في دمه، الا لما خلاص بقى الموضوع يجي على كرامته، ساعتها بيقرر الرحيل وبيقرر يقول لك شكرا انا مش عايز العب تاني. اياكوا تخسروا العذراء، العذراء لما بيمشي بجد، او الابراج الترابيه عامه لما بتمشي ما بترجعش تاني. طيب مين الطاقات الموجوده حوالين برج العذراء والحب؟ اول حاجه طاقات ابراج ترابيه، في تور، في عذراء، في جد، طاقات ابراج ناريه حمل، طاقات ابراج هوائيه هوائيه دلو، وطاقات ابراج مائيه حوت وعقرب. كالعاده بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. اللي عايزه اقول نصيحه، اللي عايزه اقولها لبرج العذراء، الشخص ده او اللي انت بتكراش عليه او بتحبه، او لو كنت متجوزه او مرتبط بيه، لما يرجع لك اكسبت رجوعه في حياتك، لانه هو بيحبك قوي، ولان مشاعره اصبحت حقيقيه، حتى لو ما كانتش حقيقيه في البدايه دلوقتي هو بيحبك جدا، عنده استعداد ان هو يعمل اي حاجه في الدنيا عشان يرضيك، عشان يبسطك، وعشان يعوضك على الوقت اللي هو ما ادالكش فيه الحب اللي انت كنت محتاجه. فالشخص ده هو مشاعره صادقه، وهو شخص صادق على فكره، شخص يعتمد عليه، شخص جدع، شخص كريم، شخص طيب،
حنين رومانسي، وما تفقدش الشخص ده مهما حصل، وهو هيبدأ يعترف لك بمشاعره الفترة دي. يعني هتلاقيه متغير معاك قوي، هتلاقيه يعني بيحاول يكون حنين معاك، يحاول يديك الدعم اللي انت محتاجه، يديك الحب، يديك الاستقرار. فهو بس هو شايفاه في المجمل شخص كويس، ما تضيعوش من ايدك وارجع اقرا. قولوا لي عذراء القراءه دي تتفق معاك ولا لا، قولوا لي في شخص فعلا محيرك ومغيرك وكل حاجه على راي عمرو دياب في طريقه تعامله معاك لدرجه ان انت مش قادر تقرر هو بيحبك ولا عايزك ولا مش عايزك، وخليك تلف حوالين نفسك ولا لا. ثانك يو. في حد بيقول حلو هو اصلا لونه احمر الاضاءه ولا مش عارفه ايه، مش عارفه ليه طالع لونه عامل كده. ثانك يو، اي ريلي ابريشيت. طيب قولوا لي فعلا في حد مدوبك، قولوا لي هو برج ايه، والناس بتصنت على برج الازرق قولوا لي انتوا برج ايه. ثانك يو، بحبكم، اشوفكم فيديو تاني. انا بنام على نفسي جماعه عشان الساعه 4 الفجر. باي باي، وقولوا لي القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا.